وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مصطفى زمزم. بعد تحية فندم، يعني شاهدنا يمكن انهيار هذا العقار، وكيف تعاونت يعني اتحاد صناع الخير مع هذا الموقف الذي تضرر بسببه الكثير؟ ضعنا في الموقف أكثر يا فندم. الحقيقة من أول ما حصل أو حدث الواقعة، تحرك فريق تدخل السريع من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى موقع الحادث، وتم رصد الاحتياجات ومعرفة التدخلات المطلوبة من أعضاء التحالف، وبالفعل رصد التحالف مبالغ تعويضات مالية للأسر المتوفية أو المصابين. والآن فريق آخر يتحرك إلى المستشفى المتواجد فيها المصابين، وفريق يرافق باقي الجامعات الأهلية المتواجدة لتنسيق الجهود و رصد الاحتياجات المباشرة اللي هيتم تقديمها إن شاء الله من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، متمنين طبعا الشفاء العاجل للمصابين وقادة تعزينا للأسر أو الضحايا اللي وقعوا جراء هذا الحادث. صحيح، ويعني عايزة أعرف من سيادتك يا فندم أكثر جهود التحالف الوطني في دعم الأسر الأكثر احتياجا بشكل عام، ومساندة الحكومة أيضا في تخفيف الأعباء عن المواطنين. الحقيقه التحالف الوطني العمل الاهلي منذ اكثر من 16 شهر من اول انشائه اصبح في هناك توحيد للجهود ما بين الجمعيات الشريكه، اكثر من 34 جهه داخل اعضاء داخل التحالف الوطني بيتم تنسيق قواعد البيانات واسماء الاسر المستفاده على مستوى الجمهوريه، ايضا بيتم تشبيك وتعظيم القيمه المضافه من هذه الجهود على مستوى 27 محافظه في مشروعات تمكين اقتصادي ومشروعات صغيره ومتناهيه الصغر ومشروعات تمكين اجتماعي، وايضا خدمات طبيه وقوافل طبيه اسبوعيه من قوافل ستر وعافيه ومبادره كتف في كتف، وكثير من المبادرات التي اطلقها التحالف مثل مبادره ازرع ومبادره مراكز استدامه لتطوير الحرف اليدويه التراثيه، وايضا الخدمات تقدم من المستشفيات التي تخضع لاعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على مستوى الجمهوريه. يعني كمان نعرف من حضرتك هذا العمل بيتم في خلال كام محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية؟ الحقيقة احنا بنشتغل على مستوى 27 محافظة، يمكن الأغلب في هذه المحافظات هم 20 محافظة المستهدفين في هذه المراحل من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علشان يكون في استكمال لكافة الجهود اللي بتقوم بها الدولة من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، واحنا بنكمل هذه الجهود بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتدخلات طبية سريعة وعاجلة، وأيضا ملف الإغاثات والتواجد لا قدر الله فيها الكوارث أو أيا كانت المشاكل اللي بتظهر بشكل عاجل وشكل سريع، بيتم من خلال متطوعين أكثر من 250 ألف متطوع ودعم غذائي مستمر طوال العام، وأيضا دعم ملف صغار المزارعين وتطوير الحرف المستمرة على مستوى الجمهورية حتى لا يتم اندثارها، وتعامل على تصدير وتسويق هذه المنتجات خارج مصر وداخل مصر. نشتغل كمان على ملفات عديدة هي ملف التعليم ودعم المتفوقين تعليميا في جميع المراحل الإعدادية والثانوية الفنية والثانوية العامة، وأيضا طلاب الكليات الجامعية عشان يكون في دعم من غير القادرين منهم. جزيل الشكر لكل هذه التوضيحات يا فندم، ولكل الجهد الذي تقوم به التحالف الوطني التنموي. شكرا لك.